الشعر الجميل المتفائل الذي يمنحنا القوة والقوة. أستاذة بعد اسمك شو شرح رحمة الله عليه التقيت التقيت به لأول مرة سنة 1983، كنت وقتها طالبا في السنة الثالثة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، واستضفناه في أمسية شعرية وحضر وكان يعني مثالا للانضباط في موعده، وتكررت اللقاءات بعد ذلك بيني وبينه في اتحاد الكتاب في الزمالك وفي مبنى الإذاعة والتلفزيون في الجامعة الأمريكية وأماكن عديدة، وكنت قد يعني أعجبت به وعشقت لغته العربية في برنامج لغتنا الجميلة، وفي برنامج تاني كان اسمه أمسية ثقافية. أمسية ثقافية كان يعرض في التلفزيون، كنت أتابع هذين البرنامجين. ومن من الأشياء التي لا أنساها كتاب تقريبا على ما أتذكر أحلى 20 قصيدة حب في الشعر العربي، وكتاب أحلى 20 قصيدة عشق في العشق الإلهي، في الحب الإلهي. يعني كتابين دول من أوائل الكتب التي قرأتها بالإضافة إلى دواويني الشعرية الأخرى. حتى لا أخرج عن إطار الاحتفال بذكرى الغائب الحاضر الأستاذ فاروق شوشة، أنا هقول قصيدة أعجب بها عندما نشرت في جريدة الأخبار تقريبا في التسعينيات وهنأني عليها. القصيدة كانت بعنوان قصيدة اعتذار إلى المتنبي، وهو كان يعشق المتنبي، وأنا طبعا أعتقد أن لا خلاف بين الحاضرين على عشقهم للمتنبي. القصيدة كانت معارضة على منتيشي لقصيدة شهيرة للمتنبي مطلعها لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي. فأنا قلت مخاطبا المتنبي: لشعرك ما يلقى الفؤاد وما لقي، فرفقا بأعصابي ولا تتمهزقي. أبا الطيب المتنبي الآن لم يعد من الشعر ما يغري بلوز وفستقي، أرى الناس من حولي علي تنأوروا، يريدون شعرا كاستريتش محزقي. وقالوا: كفاك الآن شعرا مسبكا، تعجل وكنتكه سريعا أو اسلقي، وهاتي لنا شعرا غريبا ومبهما بلا أي معنى كالصفيح المطبق، ولا تلق بالا للخليل بن أحمد ولا سيبويه أو لعقل ومنطقي، وكم ذا بلينا من حمار مثقف متى ننشد الأشعار يرفس وينهقي. في قصيدة أخرى تذكرتها بعنوان قلب الحديد، بمناسبة تشريف الأستاذة الإعلامية هالة الحديدي تذكرت هذه القصيدة. قلب الحديد: حبيبي عنيد وإني عنيد، حبيبي عنيد وإني عنيد، يقول رويدا كأبغي المزيد، يقول تعالى ويدنو إلي فأهرب منه وأجري بعيد، كذلك طبعي أحب المنيعة وأعشق كل غزال شريد، وأكره أنثى بقلب حرير وأعشق أنثى بقلب حديد. هقول برضو حاجة كنت ألقيتها في احتفالية أقامها الشيخ عبد العزيز البطين برضو في التسعينيات، وكانت بحضور الشاعر الكبير فاروق شوشة رحمة الله عليه، وأتذكر أنه أثنى عليها. القصيدة كان اسمها معاكسة تليفونية، قبل ما الموبايل ده ما يظهر كان في معاكسات تليفونية كده، أعتقد أن احنا معظمنا حضرها يعني. فبقول
معلش هغش في الموبايل. تركتني معلقا بظنوني، تركتني معلقا بظنوني عندما قالت انتظر تليفوني، بعد يومين سوف أدعوك يا من كنت دوما إلى اللقاء تدعوني. مر يومان في عذاب وشوق واشتياق لرنة أو رنين، والتليفون نائم في سكون، يا لقلبي من ذلك الملعون. فجأة رن صوته كالبيان كالأغاني جميلة التلحين. قلت آلوه يا حياتي لماذا قد تأخرت يا ربيع غصوني. رد شوق هن رد صوت هنا المطافي، فقل لي هل لديكم حريقة منذ حين. قلت لا ليس الحريق بقلب، ليس الحريق ببيتي، إنها النار في فؤادي الحزين. قال في مستشفى المجانين قسم لضحايا الغرام بالتليفون. طيب أقول حاجة برضو حلمنتيشي، معلش بعد إذن الدكتور مصطفى رجب. أقول حاجة قديمة برضو، قصيدة من 30 سنة كده تقريبا. حبيبتي المدللة قد سببت لي مشكلة، لأنها غضبانة غيرانة مفلفلة. فقلت لا تعقد الأمور يا مغفلة، إن التي تخشينها كما علمت أرملة. فأزبدت وأرعدت وبهدلتني بهدلة، قالت وفي عيونها رأيت نارا مشعلة، ماذا ترى في هذه القبيحة المسترجلة؟ وإنها دميمة ليست تساوي خردلة، والله إن لم تبتعد حالا وتقطع الصلة، لأفصلن رأسها عن جسمها بالمقصلة، وأنسفن بيتها بمدفع وقنبلة، يا زائغ العينين يا عديم كل مرجلة. شكرا.